بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذه آخر جزء من البريست باثولوجي، يعني هي توالي محاضرة من الأسبوع الماضي. وصلنا للفاكتورز ذات افكت بروجنوسيس. نمبر 1 هاف جريد، سكند وي هاف ستيج. وتعرفون منطقيا كل ما كان التيومر هاي جريد وهاي ستيج كل ما كان باد بروجنوسيس. اهم شيء عندنا بكل تيومر طبعا هو الستيج. Size of the tumor بالبريس هو كلش مهم. إذا كان أقل من 2 cm فهذا stage 1 ويكون good prognosis، وإذا من 2 إلى 5 stage 2، وإذا فوق 5 نعتبره فوق 5 cm يعني نعتبره stage 3، هذا pathological staging. بالنسبة للnumber of lymph nodes، الفاكتور الآخر اللي كلش مهم عندنا بالبروجنوسيس of the breast هو number of lymph nodes. يعني سنتوا أي واحد عندكم يجوز واحد يجي مريض أو أقاربه يجيب له تقرير هيستوباثولوجي مع البريس كانسر، هي رفع الثدي أو رفع العقدة، وتقول لكم اقروا لي التقرير هذا شي يعني. فهاي الفاكتورز اللي تهمكم انتو، يعني الجريد، ستيج، نمبر اوف لينف نوتس. كل ما كان نمبر اوف لينف نوتس يعني نطلعيه نيجاتيف كل ما كان أحسن. يعني مثلا إذا في ميل عدا 15 لينف نوت طلعنا من عدهم الأكزيلر لينف نوت، هم عادة يشيلون ماستكتم أو لمبكتم وذ أكزيلر كليرنس، يعني يأخذون لينف نوت من الأكزيلا. فإذا كانت هاي الفيميل مطلعين معها 15 لينف نود كلها نيجاتيف، this means that this patient has good prognosis. بينما the patient أخرى عندها 20 لينف نود و15 واحدة واصلة للتيومر، هاي bad prognosis. وهكذا عندنا في شيء آخر يسمونه sentinel lymph node. هذا يعني نظام معمول به بكثير من الدول، حتى عندنا بالعراق بعض بسليمان يكون يشتغل هاي بمستشفى فاروق، لأن المعمول عندنا هسه بالعراق منطقة مناطقنا يعني بغداد الأنبار هاي المناطق. للأسف هو الموديل القديم إنه يسوون ماستكتومي وذا أكزيلر كليرنس، هذا يؤدي إلى مشاكل. يصير عندها إيدة النفخ الليمفيديما اللي راح يشيل الليمف نود، الليمفيدرينج راح يقف في إيدة اليمة أو إيدة اليسرى حسب مكان التيومر. فيصير عندها البين دو تو سوولينج أوف ذا آرم. إيش سووا هم من خلال الأبحاث؟ لقوا إنه يفضل نسوي ليمف نود بايوبسي. شنو يا لينف نود من عندين يسموها سنتينل لينف نود. شنو يعني سنتينل لينف نود؟ هذه اول لينف نود يتوقع ان يوصلها الميتاستاسيس من البريست. يعني نفترض انه عندها رايت بريست تيومر مالجنسي بالرايت بريست، اول لينف نود يصير لها درينج من هاي الماس يعتبروها، هذه اللينف نود يعتبروها سنتينل لينف نود. شلون يعرفوها؟ يجيبون يعني ماده يا اما تكون يعني راديو اكتيف، وطبعا ممنوع يدخل العراق لان العراق تعرفون من خاض الحروب انه ممنوع تدخل مادة ذرية او مادة مشعة الا ضمن نظام معين لازم موافقة الامم المتحدة، او يجيبون مادة من صبغة مثل شلون صبغة زرقاء هي يسوون انجكشن خاصة طبعا مثل البلو او غيره، يسوون انجكشن للتيومر بيشنت قاعدة يعني ليفينج قاعدة قدامك، وتحطون يضربوها بهذه المادة، ويلاحظون يصير خطوط تمتد يعني درينج بالبلد راح تروح بالليمفاتيك درينج، يتبعون هاي الصبغة. وإذا كانت مادة مشعة يتبعوها بقلم خاص يتحسس المادة مشعة وين توصل. فلما توصل الليمفنود راح تصطبغ هذه الليمفنود بالمادة الزرقاء، المادة الزرقاء أو المادة المشعة. فهذه الليمفنود أول واحدة وصلها يعتبروها سنترال ليمفنود، ياخذوها أثناء العملية يعني المريضة بالثياتر ويدزوه للهيستوباثولوجيست، والمريض بعده تحت التخدير. فالباثولوجيست راح ياخذ هذه الليمفنود ويفحصها، إذا واصلها التيومر معناها هذه الليمفنود الباقي لازم يشيلها، الليمفنود اللي بعدها لازم يشيلها. ليش؟ معناها انه هذه التيومر سيلز وصلت للاكزيلري جروبس. تمام. اذا طلعت هاي الليمفنود نيجاتيف فماكو داعي يسوي، ماكو داعي يشيل الليمفنود الباقيه، لان معناها ما دام هاي ما واصله يعني اكيد اللي بعدها ما واصل، يعني تقريبا نسبه 90 الى 99% ما دام هذا الا اذا كان كله تاز غريب معناها هذا الليمفنود هذه ما واصل للتيومر، الليمفنود اللي وراها ما واصلها. وبهذا يتجنبون شنو الفائده؟ راح يتجنبون رفع الليمف نود من الاكزيلا ما لها داعي، ويتعرض المريض بعدها الى الليمفيديما. فاذا يكتفون برفع هذه الليمف نود حتى يتاكدون ان التيومر ما واصل لهذه الليمف نود، واذا ما واصلها يعني ما واصل للجروب الباقي، فهذا معناها هذا تسمى به سنتر ليمف نود. ويتجنبون طبعا رفع الثدي كله، يرفعون بس الماس وخلص، والسيفتي مارجن يعرفون يسوون لمبكتومي والسيفتي مارجن without removal of the remaining lymph nodes. هذا طبعا كل شيء يفيد المريض، احسن ما يشيل الماستكتومي كل شيء البريست ويشيل الاكزيلر لينف نود.
الفاكتور الآخر اللي يهمنا هو الـ edge of the resected tumor، يعني tumor إذا رفع الجراح without safety margin، يعني ما خلى حافة سليمة من المريض ترفع ويا الماس، هذا المريض راح يكون عرضة إنه يصير عنده recurrence، لأن يعني جزء من التيومر إذا هو سوى لمبكتومي ما سوى ماستكتومي. اللمبكتومي يعني شنو؟ يعني شنو؟ بس التيومر، بس الماس. الماستكتومي لا، شنو؟ البريست كله. فإذا الجراح شال الماس without safety margin، هذا المريض راح يكون عرضة للريكيرنس. الهيستولوجيكال تابو أخذناها لما يكون كوميدو يكون أسوأ من النون كوميدو، يعني النون كوميدو الليابوليتي فور ريكيرنس أو متاسس إذا كان بإنفيجن يكون أقل من الكوميدو. الكوميدو هو هاي جريد، هاي تابع للجريد. التايب أوف تيومر إذا كان كولويد، إذا كان مدولاري تايب، إذا كان تيوبلر، ذن كلاديتين أفضل من النون أذروايز سبيسيفايد تايب اللي هو اليوجوال تايب. The presence of extensive intraductal carcinoma، يعني إذا كانت patient عندها cancer invasive cancer يعني ductal or lobular وكان وياها extensive in situ، يعني شنو extensive in situ؟ more than 25% of the tumor mass هي من in situ component. In situ component risk of multicentricity والbilaterality هي أكثر من invasive type، يعني إذا واحدة عندها in situ ductal carcinoma risk of involvement of the other breast يعني primary from the other breast عندها inside ductal carcinoma يكون أعلى من invasive cancer. فلهذا patient اللي عندها extensive inside component with invasive component تكون عرضة أكثر من غيرها للrecurrence. ليش؟ لبما عندها، بما أنه عندها inside component هواية، يعني ممكن احتمال multicentricity والbilaterality أعلى، فلهذا عندها risk of recurrence tumor أو recurrent tumor. الأنيبلويدي طبعا النورمال تيشو هو يكون دايبلويدي، نورمال بريست او نورمال تيشو ان جنرال يكون دايبلويدي، فاذا كان التيومر انيبلويدي معنى هذا فقد صفه من صفات النورمال، صار لس ديفرنشيشن، لس ديفرنشيتد وذ ذا نورمال، فيكون باد بروجنوسيس، يعني انيبلويدي يكون اسوء من الدايبلويدي. عندنا بروليفراتيف ماركرز، عندنا الكي اي 67 يسموه هذا البروليفراتيف ماركر، هذا كل ما كان عالي معناها الخلايا في طور التكاثر، يعني التيومر بخلايا في طور التكاثر اكثر، معناها التيومر رابيدلي بروليفريتنج، فمعناها يكون باد بروجنوزز. فكل ما كان الكي اي 67 اعلى كل ما كان بروجنوزز اسوء. عندنا انفيزيف ماركرز بمنطقيا، كل ما كان صار ميوتيشن مطلع عندنا انفيزيف ماركر اعلى كل ما كان عندنا التيومر يكون اسوء. شيء مهم عندنا اخر راح نحكيه شويه هسه خلاص وبعدين نحكي عليه بالتفصيل بعد ثواني، هو the presence of استروجين اند بروجسترون ريسبتور. يدزون الهيستوباثولوجي السامبلز او عفوا السبيسيمن والماس تيومر ندزه الى اميونستين، يعني من ندور على الاي ار والبي ار، يعني اي ار استروجين ريسبتور والبي ار هو البروجسترون ريسبتور. لاحظوا انه الفيميل او البريست ماس، البريست ماس لما يكون عندنا الاي ار بوزيتيف والبي ار بوزيتيف، الريسبونس فور انتي استروجين ثيرابي اللي هي اوفركتومي او تاموكسيفين يكون الريسبونس تقريبا 80% اذا كانوا اثنيناتهم بوزيتيف. اذا كان بس الاي ار بوزيتيف والبي ار نيجاتيف، الاي ار بوزيتيف والبي ار نيجاتيف، الريسبونس من 25 الى 45%. يعني شنو الريسبونس؟ يعني استجابه الى ريدكشن سايز، ريدكشن ان سايز اوف ذا ريمينينج تيومر، هذا دول عاده يكون او ريكيرنس، ريدكشن اوف ريكيرنس. لما يكون اثنيناتهم نيجاتيف الاي ار والبي ار، الريسبونس يكون 10% يعني ضعيف. تمام، فكل ما قلت الريسبونسيفيتي او الاكسبريشن اوف اي ار والبي ار، كل ما كان الريسبونس تو تريتمنت للانتي استروجين يكون اسوء. بالنسبه للهيرتونيو، هذا هو سيل ممبرين، هذا وجوده هو سيء، وجوده بحد ذاته باد بروجنوز، معناها انه صار عندنا طفره وجوده، يعني اكسبريشن اوف هيرتونيو ان بريست كانسر معناها انه صار طفره بالبريست ماس واكتسب هذا الجين. اكتسابه بحد ذاته معناها انه صار عندنا less differentiation، معناها bad prognosis. بس نستفاد منه، نستفاد من عنده على الرغم هو سيء، بس نستفاد منه بشنو؟ نستفاد عنده بعلاج الهيرسبتين. الهيرسبتين شنو هذا؟ هذا مونوكلونال انتيبادي، مونوكلونال انتيبادي ضد هذا الهيرتونيو. معناها شو يسوي ذا البيشنت؟ عنده هذا الجين يشتغل، يعني صار بيه طفرة ويشتغل، احنا ممكن نوقفه
نطي نضربه يعني هذا المونوكلونال انتيبودي، انتيبودي هاي تضرب هذا الريسبتر، تضرب هذا الريسبتر وتوقف الخلية من التكاثر. إذن هو وجوده بحد ذاته كإكسبريشن هو سيء، بس نستفاد منه احنا انه نطي هرسبتين. هذه الصورة من خلال الإكسبريشن يقول لكم ER بوزيتيف وBR بوزيتيف، شنو معناها بوزيتيف؟ نطي ميونستين ونلاحظ هسه هذا من الماخذ الميونستين نيوكليوس بوزيتيف، لما نقارنها بذول الخلايا الثانية مثل الفات تشو والسترومال تشو طالعين نيجاتيف، بس ذول السيلز طالعين بوزيتيف، من هو؟ طالع نيوكليوس. فهذا ممكن يكون يا أما PR يعني بروجسترون ريسبتر أنتيجين أو أنتيبودي سوري، أو ER أو PR. ليش نطالع عند نيوكليار؟ فأنا المفروض أقول لكم هذا ER أو PR، بس إنه لازم تعرفون الـ ER والPR الريسبتر مالتهم موجودة من الفيزيولوجي موجودة بالنيوكليوس، فنيوكليوس تأخذ بوزيتيف. إذا كان أخذت نيجاتيف نقول ER نيجاتيف PR نيجاتيف، بس هنا أنا ما أخذه طالع بوزيتيف سواء كانت ER أو PR. هنا أنا من المأخذ بوزيتيف؟ تلاحظون النيوكليوس طالع فاتح يعني أزرق فاتح ما فيها مشكلة. من المأخذ بوزيتيف؟ السيل ممبرين، السيل ممبرين هذه لا الـ ER ولا الـ PR. شوف السيل ممبرين قد واضح، هذا الهيرتونيو. يعني عادة هنستخدم 3 ستينز ما عدا الكياس 67، 3 ستينز هي الـ ER والـ PR والهيرتونيو بالبريست. فلما نشوف هاي الصورة هذه حتما هيرتونيو ليست ER ولا PR، بينما هذه يا أما ER أو PR. تمام. من خلال الانترنسيك أو يسموه المولوكولار سابتايبينج أوف بريست، سووا جينات معينة من خلال المايكرو أري يعني من خلال دراسة جينية معينة، لاحظوا أن البريست كانسر يستجيب استجابة ببتر مختلفة. أكو مجموعة من التيومر يسموها اليومينال أي، تأخذ شون الجينات اليومينال سيلز الطبيعية اللي هي تكون ER بوزيتيف ER بوزيتيف PR بوزيتيف وهيرتونيو نيجاتيف، فسموها اليومينال أي، هذا جروب يسمونه اليومينال أي، ويكون عندهم لو كي آس 67 يعني إكسبريشن أوف 6، هذا الميتوتيك في الميتوتيك ماركر، هذا كل ما كان الميتوز عالي كل ما كان البوزيتيفيتي أعلى. فلاحظوا أن ذول المجموعة اللي يسموها اليومينال أي اللي تشبه الخلايا الطبيعية ذول اليومينال سيلز الدكتال سيلز، هذا يكون أفضل للجميع، هذا يكون أفضل للجميع مع المجاميع الباقية راح نقارن بها نحفظها، يكون ER و PR بوزيتيف و هيرتونيو نيجاتيف و KI67 يكون نيجاتيف. إذا بس ER PR بوزيتيف. اللومينال بي هذا الجينات مالته شوف البتر مالته يشبه يعني العفو يكون يستجيب الكي اي 67 يسمونه الميتوتيك جين، الاستجابة بتكون عالية للكي اي 67 ونتوقع البروغنوز مالته يكون أسوأ من هذا، لأن معناه الميتوزز عالي، معناه بروليفريشن عالي، فيكون نسبيا أسوأ من اللي قبله، بس ستيل ات هاز اي ار اند بي ار بوزيتيف، والهيرتون يا ما يكون بوزيتيف أو نيجاتيف، بس اللي يهمنا يكون الكي اس 67 عالي، وفي الغالب يكون الهيرتونيو بوزيتيف. هذا يكون faster than the previous one ويكون relatively worse prognosis. الهيرتونيو الريش تايب هذا الثيرد جروب هيرتونيو الريش، معناه هذا عندنا الهيرتونيو كلش عالي، كلش عالي الريشت، ومعها يكون الاي ار والبي ار نيجاتيف، فهذا يكون يعني صدق هو اسم مثل ما قلنا يعني حقيقة يكون باد لأن صار نيو ميوتيشن ورشت، بس يكون ريسبونسيف فور هرسبتين، يكون ريسبونسيف فور هرسبتين. الجروب الأخير الثالث اللي هو تريبل نيجاتيف نسميه تريبل نيجاتيف، هذا الجينات مالته تشبه المايوبثيليال سيلز، يعني بدا يفقد الابثيليال داكتال فقام يشبه المايوبثيليال سيلز، معناه باد بروجنوسيس، فيكون نيجاتيف فور اي ار او بي ار والهرتونيو، فيكون هذا أسوأ الجميع، هذا أسوأ الجميع. عادة يكون مع young age group يصعدهم تيومر، والأفريكان تايب أفريكان أمريكان جروب، والأشخاص اللي يكون عندهم براكا 1 ميوتيشن. هسه خلصنا من ناحية الانترنسيك فاكت انترنسيك سبتايبينج أوف بريست كانسر، يهمنا هذا بالبروغنوسيس وبالتريتمنت، يهمنا هذا التصنيف بالبروغنوسيس وبالتريتمنت. فراح نلاحظ كخلاصة عندنا types of نسميها intrinsic types intrinsic subtypes subtyping of breast cancer، عندنا luminal A luminal B، وعندنا over expression اللي هو الرشت هيرتونيو expression، والبيزل أو نسميه triple negative. فأفضلهن كبروغنوز وايز هو luminal A اللي يكون هو ER و PR positive والهيرتونيو negative، وأسوأهن هو triple negative ال ER و PR والهيرتونيو negative، وذول بيناتهم.
كصورة يعني شلون عندنا نشوفكم نيجاتيف بوزيتيف راح نشوف هسه اللومينال ايش راح يطلع هذا النورمال هيستولوجي الاي ار الاتش ان دي الاي ار طالع بوزيتيف البي ار طالع بوزيتيف الهيرتونيو طالع نيجاتيف ما ماخذ الصبغة الجوزية اللومينال بي اللومينال بي راح يطلع عندنا الاي ار بوزيتيف والبي ار بوزيتيف والهيرتونيو بوزيتيف واللي يهمنا وياه هذا البي هو عندنا الكي ار 67 ما حاطه بالصوره هاي بالكي ار 67 يطلع بوزيتيف ويانا عالي فهذا شلون نعتبره تريبل بوزيتيف يعني عندك هذا بوزيتيف 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 نسميه تريبل بوزيتيف ممكن نسميه وممكن مرات يطلع الهيرتونيو نيجاتيف بس الكي ار 67 يطلع يعني عالي فهذا نعتبره لومينال بي الارشت وان الهيرتونيو الاي ار نيجاتيف والبي ار نيجاتيف بس الهيرتونيو بوزيتيف سيء بحد ذاته بس قلنا يستجيب للهيرسبتين هذا هو البيز اللايك اللي يجي بالمايبثيل الماركر يطلع عندنا 3 نيجاتيف الاي ار والبي ار والهيرتونيو فنسميه تريبل نيجاتيف تريبل نيجاتيف عندنا شوف ايش صاير عشان يصير عندنا راح يصير عندنا الاول لومينال اي عكس الرشت يعني لاحظ هذا 3 بوزيتيف يعني اي ار بوزيتيف هذا نيجاتيف هذا البي ار بوزيتيف هذا البي ار نيجاتيف هذا الهيرتونيو نيجاتيف هذا بوزيتيف فالهيرتونيو الرشت عكس اللومينال اي اللومينال بي تقريبا عكس تقريبا دا اقول اللومينال بي هو دائما البيز لايك تريبل نيجاتيف هذا اخر شيء بس هذا مرات عندنا تريبل بوزيتيف مثلا عكس هذا يكون تريبل نيجاتيف ومرات عندنا 2 بوزيتيف وهذا مرات يجي نيجاتيف بس بهاي الصوره تلاحظون هذا عكس هذا يعني اللومينال بي عكس البيز لايك الستيج تكلمنا عليه وتعرفون عنه نجي على الميل باثولوجي ميل بريست باثولوجي عندنا 2 ديزيزز اللي هي الجانيكوماستيا والسي اي بريست اوف ذا ميل الجانيكوماستيا هي لارجمنت اوف ذا ميل بريست الميل بريست هو ليس سنسيتيف تو هرمونز ذان ذا فيميل بريست شيء منطقي ويكون ما بي لوبيوز عندنا بس دكت وكونكتيف تيشو ممكن يصير عندنا الجانيكوماستيا يصير ابسوليوت اور ريليتيف انكريز ان استروجين هرمونز بالجسم واهم سبب من اسباب الاستروجينيميا او هابر استروجينيميا هو الليفر سيروسس لما يصير الليفر سيروسس الميتابوليزم اوف استروجين ديجنريشن اوف استروجين يقل فيزداد بالجسم فيصير عندنا هابر استروجينيميا ويصير عندهم غانيكوماستيا other causes decline filter anabolic steroid ولا الرياضيين ياخذون anabolic steroids بعض الدرج سايد افكت ما تسوي لنا غانيكوماستيا وممكن عندنا what's called physiological غانيكوماستيا physiological يعني كما يصير باليانك at the puberty وبالإكستريم إيج بالألدر يصير عندهم اللارجمنت أوف ذا بريست نسميها فيزيولوجيكال غانيكوماستيا الكلينيك اللي تيجي شلون يعني مثل الزر أو الدقمة مال قبوطة اعتبرها شوية كبيرة تيجي سب أريولر يعني يسمها بوتو لايك سب أريولر سوالينج ممكن مرات تكون بينفول تكون باينفل مرات تكون يونيلاترال مرات تكون بايلاترال على الرغم من السبب مالته هو استروجينيميا مثلا بس ما نستغرب انه يكون يونيلاترال هيستولوجيك ايش راح نشوف مجرد راح طبعا هذا الجروس اللي راح يكون غانيكوماستيا اللارجمنت اوف ذا بريست هنا عندنا بوث بريست راح نشوف مجرد دكت وذ هايبر بلاستيك لايننج وكونكتيف تيشو حواليه ما عندنا لوبيولز هايبر بلاستيك دكتس وذ امبيدد ان سترومال background الكارسينوما بكلمتين نحكيها تقريبا الكارسينوما of the breast of the male is rare تقريبا نسبتها واحد من كل مية يعني كل 100 كيس فيميل إذا يقابلها كيس واحدة من الميل عادة عندهم علاقة بالبريست كانسر 2 بريست كانسر 1 ما نادر ما يكون لها علاقة حتى تحفظوها بريست كانسر 2 يعني 2 ميل والفيميل الهيستولوجيكال تاب هو نفس ما يصير بالميل بالفيميل يعني عندنا اللوبيولا عندنا العفو الكوميدو والنون كوميدو النون اذروايز نون اذروايز سبيسيفايد تايب والكولويد يعني نفس الانواع اللي يصير بالفيميل يصير بالميل هنا المهم جدا تخلوا بالكم انه البروجنوسيس اوف سي اي بريست ان ميل از وورس ذان ذا فيميل اكيد ليش اكيد؟ لان الفيميل عندها فاتي تيشو عندها فاتي تيشو تفصل الميموري تيشو عن البريست عن التشيست عفوا عن التشيست وول الميل ما عنده هذا البفر ما عنده هذا البفر اللي يعزل الميموري تيشو عن التشيست فالتيومر حتى لو كان صغير راسا يسوي انفيجن للتشيست وول يعني راسا يتقدم بالستيج مالته ولهذا يكون البروجنوز مالته سيء جدا نتوقف لحد هنا